6000 زين ميجا وات. طيب ال 6000 ميجا وات. لا لا ليش؟ اي هذا يعني شنو؟ يعني هسه هذا فندناه احنا حتى يعني ما يصير وزارة سجال. النفط ما يصير سجال. انا وزارة النفط بعيدة عن التهمة اللي توجهت الإعلامية. تسمحي لي وفرت، انتبهي لكلامي، وفرت الوقود في محطات التوليد وخزاناتها ممتلئة ويوميا تزود 250 ألف لتر من الطاقة البديلة. هي شنو؟ زيت الغاز. زين احنا ايش قد ننتج؟ بس اسمحي لي، كلها مجتمعة جاي نوفرها لمن؟ لوزارة الكهرباء. انت تتحدث سبيل. الان بوقت السيد احسان ام تتحدث بوزارات مثل حكومه عادل عبد المهدي وحكومه رئيس الجمهوريه؟ انتم هسه من صارت المشكله مشكله الانطفاء التام. هذا الوقت الانطفاء التام هو مو سبب التوليد، مو سبب اذا كان عنده تساؤل سيد صادق. اذا تسمح لي تفضل سيد صادق، اذا بتساؤل باقل من نصف الدقيقه. اذا سمحت العفو السحب. اولا استاذنا الغالي اخر كلمه، خلينا نبدا مما انتهى، يقول الاطفاء مو سبب الانتاج والتوليد. لا يا عزيزي، لا يا عزيزي، انت غير مراقب. الانتاج انخفض عندنا الى 16000 الى 17000، كان المفروض يوصل الى 20000. عندنا طاقه متاحه 20000 هذا العام. جيد. طيب انا اقول لك بسبب الانتاج. الشيء الثاني، انا ما حملت فقط وزاره النفط السحب، انا حملت ايضا الفساد. احنا رح نجي نقطه نقطه، لكن احنا بلشنا بمحور محدد. اثبت محور محدد. انا نعم محور محدد. استاذنا الغالي استاذ علي، يا ريت تجاوبني، يا ريت تقول لي شنو اجراءاتها بتوفير الغاز. جاوب على وصلت سيد صادق. يحتاج العراق، يحتاج الى 29 ده يقول لك وزاره النفط وفرت. سؤال محدد بجاوب عليه. اولا وزاره النفط وفرت الوقود بالتمام كاملة. هسه انت تقول لي استثمار الغاز المصاحب، الاستثمار، فاحنا كنا مع الاستثمار مو بس فقط فيما يخص الغاز المصاحب، فيما يخص الاستثمار على نطاق الانتاج والنقل. خلي اسمع من ايضا عضو لجنة